اتوقع لدينا الفصائل العراقيه على القواعد الامريكيه. هذا الامر فيه وعد وفيه عهد، يعني اكيد لا راح يكون استهداف العراقيين مدنيين او عسكريين لن يكون بلا رد، والامريكان الذين يعلمون بان فصائل المقاومه لن تترك هذا الامر سيكونون ايضا تحت ضربات. وبالمناسبه شيء اخر، لغايه الان لم يصرح الامريكان باي شيء كما الصهاينه، لا تحدثوا في بيانات رسمية، لا 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 بيان رسمي، لا لا في نقلت في وسائل الإعلام بأنه مسؤول أمريكي رفض ذكر اسمه. طبعا، لكن أنا أقول بأن الأمريكان ليسوا كما كانوا في السابق يعلنون ويتسببون ويبررون، لكن بالنتيجة هو عدوان على الشعب العراقي، على سيادة العراق، سيكون بالرد. والرد سيكون مشتركا على الأمريكان وعلى الصهاينة.